طبعا هون نحن حكينا بالدرس السابق انه المجموعه الموجوده هون هي مجموعه تعريف مين؟ اف. وهي المجموعه يا عبد الله مجموعه تعريف مين؟ اف ناقص واحد التابع العكسي. تمام. المجموعه الاولى يا يارا هي تعريف مجموعه تعريف اف، المجموعه الثانيه مجموعه تعريف اف ناقص واحد. مين بيعطيني بركي مصطفى شو هي مجموعه تعريف، شو هي مجموعه تعريف اف؟ ري ما عدا مين؟ تعريف مين اف؟ لا لا ما هون، هون هي اف ليك. شو هي مجموعه تعريفها؟ هي القيمه اللي بتخلي المقام لا يساوي الصفر. يعني لازم شيل يعني القيمه بتخلي المقام يساوي الصفر. طلع معك هون 3 7 على 4 7 على 4 هي هي القيمه. يعني هيك اكتب 7 ناقص 4 اكس تساوي الصفر، معناتها 7 بتساوي 4 اكس، معناتها اكس شو بتساوي؟ 7 على 4. هي القيمه بتخلي المقام يساوي الصفر، فهي لازم تحذف. هلا لحتى اوجد مجموعه تعريف التابع العكسي لازم اوجد التابع العكسي. من هو التابع العكسي؟ 4 اكس 4 اكس ناقص 11 على 7 7 6. دقيقه خلينا نرد دقيقه لازم نعكس المقام. طيب خليني اعكس المقام عشان ما يصير في اخطاء. كنت محيته من خلاص. هذا راح اكتبه 6 اكس ناقص 11 على ناقص 4 اكس زائد 7. تمام؟ هيك راح يكون مكتوب بهذا الترتيب. هلا بقول حبابي يا بنات ما احب حد يحكي انا عم بشرح. اذا بدك شيء اساليني لي. انا بجاوبك فورا. 6 اكس شو بتصير؟ يا نسرين ناقص 7 اكس صح؟ ناقص 11 على ناقص 4 اكس ناقص 6. هلا برجع لعند مصطفى، مصطفى فينك تعطيني مجموعة تعريف التابع الجديد؟ لازم تكون ناقص 4 اكس ناقص 6 ما بتساوي الصفر صح؟ يعني ناقص 4 اكس ما بتساوي 6 يعني اكس تساوي ناقص 6 على 4 عشان ناقص 6 على 4 ناقص 3 على 4 بدلت السبعة بتطلع لفوق بتصير ناقص 7 والستة تنزل لتحت شو بتصير؟ ناقص 6 تمام؟ هاي التعريف التابع العكسي او طريقة ايجاد التابع العكسي اذا نسيانينا ما بعرف شلون نسيتوها شو؟ صح تمام المكان موجود هو. طيب اذا كان عندي اف اكس تساوي ا اكس زائد بي على دي اكس زائد جي، خليك معي شو بعمل؟ بستبدل ال ا بالجي، بس بشرط شو بعمل اشاراته؟ غيرها اعكس الاشاره. انا هلا تفضل مجموعة التعريف الأول ناقص 7 على 4 مجموعة التعريف الأول 7 ناقص 4x تساوي الصفر، نقول 4x ناقص 4x تصير يلا هون عندي ناقص 3 على 2. شو طالب مني هو؟ قبل بالمقارنة بين مجموعة تعريف الـ F اللي هي طلعت شقد هون ريما على 7 على 4 معناتها كم؟ هي 7 على 4 والبي كم؟ ناقص 3 على 2. صار عندي ناقص اذا بدك اختصر هدول صار عندك ناقص 7 على 6 ناقص 7 على 6. راح ارجع اعيد بس من دون هدول الكتابات الجانبيه مشان ما يصير بشع التمرين. يا رند هاي هي مجموعه تعريف مين؟ اف. وهي مجموعه تعريف اف ناقص 1. مجموعة تعريف F واضح جدا انه هي ري، هي ري ما عدا مين؟ نقول السبعة بتصير ناقص 7 يعني 7 على 4 صحيح؟ لحتى اوجد مجموعة تعريف التابع العكسي فلازم اوجد التابع العكسي. لحتى اوجد التابع العكسي لازم اهتم بترتيبهم لهدول، هدول مكتوبين 6x ناقص 11 على ناقص 4x زائد 7. هذا الترتيب تبعهم، يعني لازم يكون x بالاول. هلا بدل بين الستة والسبعة شو بصير التابع العكسي؟ بصير ناقص 7 اكس ناقص 11، بدلت بين السبعة والستة صارت ناقص 7 على ناقص 4 اكس ناقص 6. 6 نزلت لتحت والسبعة طلعت لفوق صح؟
وتبدل الإشارة. هذا المقدار الجميل بينعدم، المقام بينعدم. وين بينعدم المقام؟ المقام بينعدم عند الناقص 3 على 2. فبالمقارنة بقول هلا 7 على 4 اللي هي A طلعت معي هون، على ناقص 3 على 2 شو بساوي؟ طب تروح الأربعة مع هذا بيطلع معي ناقص 7 على 6. اللي بعده خليك معي منار ويارا شو بتعمل حبابي؟ والله بحطكم أول مقعد، ها هذا يعتبر عقاب، بحطكم أول مقعد، خليكم معي ما حد يجاوب. شو بعمل هون؟ ما حد يجاوب إلا يارا. شلون فيني أحصل من fx زائد 2 على fx؟ ما حد يجاوب. شو بعمل؟ ليش؟ عائشة شو بعمل؟ لا لا بنعوض بذاك كل x بx ناقص 2 صح؟ بخرج 3 ايه معك حق انت، بس خل يعني ممكن اعوض بدال زائد 2 ناقص 2 ما هيك؟ راح شيل x شو حط بداله يا يارا؟ x ناقص 2، وهون شو بحط كمان؟ x ناقص 2، بصير عندي x ناقص 2 زائد 2 fx صح؟ 3x ناقص 2 ناقص 2 يعني 3x ناقص 6 ناقص 2 3x ناقص، اسمعني برجع بعيد بسأل منار، منار شو بعمل هون؟ بستبدأ بx ناقص 2، بالعكس x زائد 2 شو بتصير؟ لو كانت x ناقص 2 شو بتصير؟ x زائد 2، معناتها راح احط هون x ناقص 2 صحيح؟ بصير معي fx تساوي 3x ناقص 2 ناقص 2 يعني 3x ناقص 8. بدي بلش اسأل واحد واحد هلا، يلا شو التمرين بعده؟ مصطفى شو بعمل هون؟ شو يعني قل لي؟ x زائد 3 استبدل كل x بx زائد 3، حلو خليك معي حبابي يا يا رومنا، يستبدل كل x بx زائد 3 فبصير معي fx تساوي 2 في x زائد 3 زائد 1 على x زائد 3 ناقص 2، حلو 2x زائد 7 صحيح؟ على x زائد 1 وينه؟ 2x زائد 7 على x زائد 1 دي صار تخيل بعد ما تعب لا تعب تختار جواب خطا مثل ما انا يلا دور مين؟ دور عبد الله. شو بعمل هون؟ شوف هي اكس على 2 بدال اكس على 2 شو بحط؟ 2 اكس عكسها، خليك معي منار بدال اكس على 2 شو بحط؟ 2 اكس او بدال اكس عفوا بحط 2 اكس. يلا معناتها بشيل اكس شو بحط بدالها؟ طبعا هون كله راح يصير هذا 2 اكس 2 اكس 2 اكس معناته هون راح يصير معي 2 اكس على 2 تساوي 2 اكس للتربيع ناقص 3 في 2 اكس زائد 1، خليكم معي هدول بيروحوا شو بضل معي هون؟ اف اكس، حصلت على اف اكس. هلا شو هون؟ 4 اكس مربع ناقص 6 اكس زائد شقال زائد 1، 4x مربع ناقص 6x زائد 1 جواب سي. بس لا انت بس استبدل الاكس ب 2x بتصير بتحط بعد الايكوال بتحط 2x، كل مكان بصير 2x استبدلت استبدل. يلا اللي بعده لازم بعد الصفحة في السيرة لا منار يلا شو بعمل هون؟ يلا ساعدوني معلش برافو عليك، ايوه منين نلتيها؟
ها؟ كتاب مين؟ وين الكتاب؟ اه انت كنت عم تحلي؟ يلا خليك معي. يلا برافو، المهم انه اعطتنا شيء صح؟ يلا راح استبدل كل اكس، شو راح اعمل؟ بالعكس كمان. اول شيء بتخلص من مين؟ من 2 يا امير حباب، فبقول 2 اكس. بعدين بضل ناقص 1، شو بحط؟ زائد 1، معناته بستبدل كل اكس ب 2 اكس زائد 1. خليك معي. شوف شو راح يصير معي يا منار ويا را، راح احط هون 2 اكس زائد 1، هذول بيروحوا مع بعض، 2 اكس تقسيم 2 اكس، صح؟ تساوي. معناته هون 2 في 2 اكس زائد 1 يا مصطفى على 2 اكس زائد 1. 4 x زائد 2 ضرب 1 2 زائد 1 5 4 x 5 على 2 x زائد 1 خلاص عوضنا بداية كل x ب 2 x زائد 1 تمام مصطفى؟ دور مين؟ أمير صح برافو عليك. استبدل كل اكس ب 2 اكس ناقص 2، لو استبدلت كل اكس ب 2 اكس ناقص 2 شو بصير؟ ناقص 2 مع 2 تروح، و 2 مع 2 بعدين تروح، شو بضل معي؟ اف اكس صح؟ بصير معي 2 اكس ناقص 2 ناقص 5 يعني 2 اكس ناقص 7 على 2 اكس ناقص 2 زائد 1 يعني 2 اكس ناقص 7 على 2 اكس ناقص 1. انتبه بالامتحان لربما يقول لك بدال اف اكس اف اكس زائد 1، ترجع بتضيف لك الـ x زائد 1. انتبه بصير بضرب، بصير بحط بعد كل x زائد 1، بستبدل كل x بـ x زائد 1. عائشة، هذا العائشة صح، برافو عليك، صح. فأنا هون راح أخذ f ناقص 1 للطرفين، إذا أخذت f ناقص 1 شو بصير فيهم؟ بيروح شو بضل معي؟ 3 x زائد 1 على x ناقص 2، شو بتساوي؟ f ناقص 1 x. سجل صح. طبعا هون بدك تنتبه على شغله، لربما ما يجيب لك f ناقص 1 x، يجيب لك f ناقص 1 x زائد 1، فعادي بتوجد f ناقص 1 x وبعدين بتستبدل كل x ب x زائد 1. عائشة مو عايش عفوا نسري، بستبدل كل اكس بكم؟ برافو عليك. بستبدل كل اكس باكس زائد 4، بقوم شو بصير معي؟ بصير معي اف اكس زائد 1، لانه حطيت يا عند حطيت بدال اكس حطيت اكس زائد 4، صار معي اكس زائد 4 ناقص 3 اكس زائد 1، شو بتساوي؟ 5 في اكس زائد 4 زائد كم؟ زائد 2، يعني 5 اكس زائد 2. بس تدخن يعني انت؟ ايه؟ تدخين مضر بالصحة، خليك تعرف على فكرة هن اللي بدخنوا بيطلعوا بيقولوا بدنا نروح الساس، بدنا نروح بس يطلع ايكو شو؟ جاي متأخر وجوعان؟ لا عيب عليك يا زلمة. يلا حاول نحل هاي الصفحة بناخذ استراحة، يلا ابشر. ليش في استراحه؟ ليش ما في استراحه؟ لانه كنا مرتاحين. لا يعني الدوام نفسه بس فيش استراحه.